السلام عليكم ورحمة الله. دائما في مطبخ أم عبد الرحمن راح نديره مع بعض وصفة مختلفة مغايرة. عندي صوص الحمراء أو المرق الأحمر ونديره صلصة بيضاء. وصفة اليوم هي معكرونة بالصلصة البيضاء. نبدأ على بركة الله. المقادير عندنا 500 غرام مقرون معكرونة، أنا اخترت هذا النوع، أنت اختاري النوع اللي تفضليه. حوالي لتر حليب، 4 ملاعق كبار فرينة، كركم، فلفل أسود، معدنوس وفرماج اختياري الكمية والنوعية. نشوفوا مع بعض طريقة التحضير. في كسرونة نحط الحليب، نضيف 4 ملاعق كبار فرينة. كما راكي تلاحظي الطريقة سهلة وبسيطة وبنينة بزاف. نضيف الملح حوالي نصف ملعقة صغيرة ملح، ثم نضيف فلفل أسود، إذا كان عندك فلفل أبيض يكون أحسن. لاحظي ما نكثروش بزاف. كركم، الكركم صحي جدا، أنا نستعمله بزاف في الوصفات تاعي. نخلط مليح. لاحظي حطيت المعكرونة تاعنا تغلي حوالي 8 إلى 10 دقائق مع الملح وملعقة زيت زيتون. أما الصلصة تاعنا حطيتها على نار هادئة ونحركه بسرعة حتى تثقال. لاحظي القوام المطلوب على هذا الشكل. ثم نحيها على النار ونضيف الفرماج أي الجبن، النوعية اللي تختاريها والكمية حوالي 150 إلى 200 غرام. نمكسيها مليح، نرجعها على النار، ما ننساوش ملعقة الزبدة. نرجعها على النار نحرك مليح، ثم نضيف المعكرونة تاعنا بعد ما صفيناها من الماء. لاحظي لازم تكون على هذا الشكل، مازال شادة روحها، ما تخلوهاش تذوب معكم او تطيب مليح. لاحظي والله ما شاء الله، وهذا النوع يحبوهم بزاف الاطفال وحتى الكبار. توجد سمسم حوالي 10 دقائق وهي واجدة معك. لاحظي خلوها تدفى شوي، نحطها في صحن التقديم، نرش عليها قليل من الفلفل الأسود والمعدنوس. شهية طيبة للجميع، نتمنى تجربوها وتشاركوا في القناة وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. والآن ما بقى لي غير نقولكم السلام عليكم ورحمة الله.